طبعا بدنا نشكر زميلتنا مي نسور على هذا التقرير الرائع، واكيد بدي اوجه تحيه للاعلاميه الكبيره اسيل خريشه، وان شاء الله كمان الله يحمي لها اولادها واولادكم اجمعين. لسه مكملين بفقراتنا ولسه مكملين بالموضه والجمال، اليوم معي خبيره التجميل والميك اب هديل كسواني لحتى تخبرنا اكثر اليوم عن احدث صيحات المكياج في عالم الميك اب. اهلا وسهلا فيك هديل. اهلا خلود. نعم انت بخير؟ وانت بخير؟ اشتقت لك مبدئيا. وانا اشتقت لك كثير. فرصه انه اشوفك كمان، فرصه انه اشوف بعض من خلال شاشه التلفزيون الاردني. اليوم رح نحكي عن الميك اب النهاري. هلا في صبايا مثلا بيروحوا على شغلهم، بيروحوا على الجامعه الى اخره، ما بيعرفوا كيف يستخدموا الميك اب او يحطوا ميك اب نهاري خفيف لطيف يكون، يعني انه الواحد لما يشوف هاي عادي ما انه ما ينصدم. هلا كثير عم بتقلوا الميك اب، مع انه هلا حتى بالاعراس وبالمناسبات صارت موضه الميك اب الاخف مش الثقيله والالوان وفكره الكونتور كمان. يعني بجوز نوعا ما لخبطتنا هي فكره الكونتور، انه بطلنا عارفين بالضبط كيف التكنيك الصحيح. اليوم انت ومن خلال طبعا الموديل رح بتفرجينا الالوان الصحيحه للنهار، الميك اب الصح بخطوه خطوه، يعني رح نمشي معك. مزبوط. طيب بدايه انا شايفه انت رايحه للالوان البيج مبدئيا. هلا اصلا هو الالوان الدارجه هي الالوان البنيات والالوان البيج والناتشرال، فاحنا رح نستخدم هدول الالوان كاي شادو، حنعملهم زي ميك اب خفيف اول شيء، بعدين اذا بدنا بنرجع بننتقله عشان اذا بدنا نحوله لميك اب بالليل. بيرفكت، يلا بنبلش عشان كمان الوقت يعني نلحق انه نغطي فكره الميك اب خطوه خطوه. هلا احنا حاطين عاملين البيس وكل شيء، هلا رح نبلش بس بميك اب العيون. طلعي لفوق، هاد اي شادو بني بريشه بتكون مايله شوي، بنحطه تحت العين، ما بنقربه كثير لقدام ولا كثير للاخر عشان ما نسكر العين وتضلها واسعه. هلا بيختلف مثلا فكره انه انت تختاري اللون حسب البشره، يعني انت اكيد بفرق، اكيد بفرق، بس هو الوان البنيات اجمالا بتلبق على كل بشره. اوكي، اللون البني بيلبق على كل البشره البيضاء السمراء الحنطيه، هو بفرق الطريقه. كمان هلا احنا فصل الصيف هديل، انا بتخيل يعني بنروح للبرونز اكثر، خاصه اذا السباحه تسمير كمان لازم الواحده كمان فونديشن. وحتى اصلا بالشتاء حتى برضه احنا حاطين بيس بس كونسيلر لا. هلا حتى بالشتاء كمان لازم كل بشره يتغمق لون الفونديشن درجه عن لون البشره الطبيعي. طب واذا بدي اعمل تيست للون الفونديشن، هلا بعرف انه عندي الايد من هون ولا المفروض في ناس بيقولوا من هون في ناس بيقولوا من هون، وين؟ لا من هون، من هون تختاري اوجه الايد. اوكي. كثير ناس بيغلطوا بفكره انه الميك اب النهاري يعني بدي احط كل الميك اب، يعني اي شادو، اي لاينر، رموش، هلا كمان موضه الرموش اللي طالعه كثير. شو كمان الكونتور اللي ما عم نعرف، هلا هو الكونتورينج اكثر شيء. بس احنا رح نعمل كونتورينج بالباودر، خاصه لانه بالصيف الكريمي بتحسيه هيك بيسحل كثير وبحور، فالباودر بيمسك اكثر. حلو. بيفرق مثلا البشره اذا كانت جافه دهنيه؟ طبعا يعني أكيد. مثلا البشره الجافه انت ممكن تستخدمي الكريمي كونتورينج بالضبط اكثر من الباودر. يس اوكي تمام. الاي لاينر حطينا فوق كمان اي شادو بني، اي لاينر ممكن نحط بالنهار ويمكن لا. بس احنا رح نحط اي لاينر هلا لانه كثير بالصبايا هلا بفضلوا الاي لاينر. في عندك الاي لاينر الرفيع والاي لاينر الخط عريض، بيختلف الريشة. من عين لعين ولا لا ما لها دخل؟ لا طبعا بيختلف اكيد، لا بيختلف بس اصلا الاي لاينر من الاخر عريض ومن قدام بيكون رفيع. قد ايه المفروض ياخذ معنا وقت الميك اب هلا الموظفه بدها تطلع على شغلها؟ قد ايه المفروض 10 دقائق؟ اذا كانت حافظه ايش وجهها بده وهيك 10 دقائق ماكسيموم. حلو. يعني هي عم بشوفك مش عم بتحط كثير، يعني هو اوريدي لون واحد بيس واحد على العين. بالضبط بالضبط. وبلشتي بالآي لاينر. طلع لفوق، بنطلع لفوق من اخر لاين درموش، بنعمل خط غامضي وبنمشي فيه. هلا حتى نازله موضه هديل اللي هي الآي لاينر تاتو، سمعتي اكيد فيها؟ بس ما بفضل انا، لا ما مش مع فكره الآي لاينر ابدا تاتو. حلو، يعني عم بيجي وسط، ما تعرضي ما ترفعي، يعني بالضبط حسب البارز بس بطريقه. اوقات انا من قدام اصلا، يعني طلعي لفوق من قدام اصلا ما قربنا. ممكن نحط طلعي فوق كمان يا دوب لاين كثير صغير على خط الرموش من جوا برضه بيوسع. ركزتي انت على تحت العين، يعني انت ما حطيتي مثلا شيء جوا العين او لا عشان بيصغر بيكبر مش بيصغر لانه بتحسي ثقيل للصبح.
يعني كحلة مش لطيفة الصبح؟ لا مش لطيفة كثير. طب لو لا إذا حطيتي كحلة بس ما حطيتي تحت يعني أوكي. ممكن نحط كحلة بس ما نحط تحت العين. أوكي. أوكي. تمام. هلا إذا بدنا بنغمق كمان شوي صغيرة الطرف. هلا أول الموضة كمان بيكون من الآخر غامق ومن جوا فاتح. بنانا ميكوب اسمه. في كتير ناس كانوا بيسألوني إنه الكحلة كتير بتسحل من جوا العين وبتوسخ تحت العين. تمام. هلا الكحلة اللي بتسحل لازم تكون الكحلة جل عشان تنشف وما تنزل، وبنحط تحتيها باودر أو بنجيب آي شادو مثلا بيج بنثبت تحت العين منشان ما تسحل، أو بنحط كمان آي شادو أسود فوق. حلو. الكحلة برضو هلا انت هلا بلشنا بتغطية السواد تحت العين. بالضبط، وما حطينا كونسيلر، عم نحط آي شادو لونه بيج أو باودر فاتح عشان برضو ما يطلع كتير. تمام. إذا كانت مش بحاجة، بس إذا بحاجة لا بنحط. حبيت. يعني للأسف أنا مرات بحس عن جد يعني الصبية بتكون حلوة بس هي بتخرب طلتها بكتر الميك اب كثير. بس أنت إجمالا ما بتنصحي الميك اب؟ هو المفروض ميك اب كل يوم كل يوم؟ لأنه أنا بعرف الفونديشن أو لا، الفونديشن أنا دائما بقول إنه مش بحاجة، إذا كانت مش بحاجة أبدا ما تحطه كل يوم. يعني الكونتورينج الباودر خلص بيغنيها عن الفونديشن تبع كل يوم. خاصة الكونسيلر كمان بزيد لأنه أسود. تمام. حتى الألوان الحمراء كمان النود هلا الباردة. أنا بدي بس نلحق هدي الموضوع الكونتور. بدي أشوف كيف الرسمة هلا، وبدي تشرحي لي الكونتور على الوش، يعني مثلا الوجهة طويلة. هلا هو الكونتورينج أهم شيء إنه نعرف إنه لون الغامق بيخفي واللون الفاتح بيظهر. يعني إحنا وين ما بدنا نخبي بنحط غامق، وين ما بدنا نخفي بنحط نظهر بنحط فاتح. تمام. هلا من نص عظمة الدان هاي اللي جوا بنحط الغامق لاين. إذا كان الوجه من هون نحيف ما بننزله كتير، بنرفعه لفوق عشان يعمل خد. أما إذا كان مليان بننزله شوي باتجاه التم وبندمجه منيح، ما بنقربه بس بضله لورا عشان قدام بنحط بلاشر، ومن تحت كمان الرقبة عشان إذا كان في مساحة شوي بينحف. بالضبط. بحدد. هو بحدد الوجه. هذا كل عم بشتغله هلا باللون الغامق. أوكي. إذا الألوان تنصحي فيها أنت ألوان نهارية اللي هي ألوان البيج، نروح للبرونز، البينك ممكن كمان صح؟ البينك الرايق البارد مش مبين إنه بينك، ما مش كثير أنا مع برضه ألوان البينك. طبعا الجبين عشان نصغر، كل عم بستخدمه بريشة واحدة أنا، هو في أكثر من ريشة المفروض، بس هذا سهل وسريع عشان أي حدا بقدر يعمله. أصلا هي كمان الألوان بتروح لكل أنواع البشرة. بالضبط. هلا هاي الباودر الفاتحة، وين حطينا غامق بنحط بالنص بيناتهم الفاتح. نقدر نعمل زي حرف الرقم 3 بالإنجليزي. أوكي. هيك وبنعكسه بالجهة الثانية. طيب هلا اذا اليوم مثلا الصبيه او السيده مشغوله وعندها حفله بالليل او مناسبه نفس الميك اب، بدها تقلب الميك اب النهاري لليل، كيف ممكن هيك بخطوات؟ رح نحط كحله جوا العين مبدئيا. هلا اذا هلا بدك بالنهار بنحط كحله؟ هلا مش لا هلا حطينا خلص هاي النهار هون ما حطينا كحله. هلا بدنا نقلبه بالليل. بدنا نقلبه هلا حطينا. أوكي. كحله. وبرضه كمان الكحله جوا العين ما بنقدمها كثير لقدام ولا للاخر عشان كمان ما تسكر، يعني خليها بالنص. بالضبط. بس بالنص عشان ما تسكر العين 100%. ومنغمق لون الاسود الايلاينر هيك بس على اساس انه احنا هلا هيك عم تشتغل هديل على ميك اب قلبته لليل. بالضبط. هلا بنرجع بنغمق كمان من هون. يعني على نفس البيسك، على نفس الرسمه، على نفس كل شيء، بس بنتقل الالوان. ممكن تحطي من هون كمان شارات هاي اللي بتلمع، الاي شادو اللي بيلمع. بتحبي اللي بيلمع انت؟ انا ما بفضل كثير بيلمع صراحه. لا مش موضه صح؟ لا. بس رح نحط هلا شوي لما عشان بالليل، عشانك مش عشان بالليل. تمام. بمضيه بالنص. بس الكونتور هو هو، الكونتورينج هو هو، بس بيعتمد حسب الوجه، يعني هي مش رسمه واحده على كل وجه. طب هلا سؤال، الصبيه حطت عملت كونتور وظبطت الميك اب النهاري تبعها وطلعت على شغلها، كل قد ايه المفروض ترجع تعمل له ريفرش؟ الكونتور بنعمل له ريفرش ولا لا؟
هلا طبعا الكونتورينج لانه بخف حسب نوع البشره، لانه في بشرات بتمتص كثير فبدك ترجعي تقلي. وفي هلا اشياء نزلت كمان بالسوق بتقدري تشتريها زي بترشيها على الوجه لحالها بتعمل ريفرش للبشره وللميك اب. حبيت اللون، بدنا نلابق مع البلوزه. هديل دائما انت رائعه بالميك اب. حبيبتي انت جميله. متابعينك اسم الله كتار صاروا هلا كمان على الانستغرام والسوشيال ميديا يعني الحمد لله. حلو. عم نشوف هلا هيك الاطلاله، هاي خلص هيك انت تقريبا خلص يعني خلصنا. هلا بس بدنا نحط بلاش على بينك شوي من قدام بشكل دائري برضه مشان يعمل خد. دائما متعودين البلاشر بنحط هيك على التشيكس عرفتي ومن فوق لا البلاش بتاخديه مدور على راس الخد مشان يعمل فيه الهايلايتر كمان نقدر نحطهم على تحت العين بشوية صغيرة. حلو بالضبط تمام هيك تمام. ايش بدك اي اسئله يعني كمان؟ لا هيك ممتاز. يسلموا ايديكي. يعني اليوم انت حولتي لنا اول شيء عملتي الميك اب النهاري بعدين رجعتي حولتي للميك اب بالليل. مزبوط. بخطوات سريعه ستيب سريعه تكنيك سريعه بتقدر السيده او الصبيه انها تظهر بتطلع حلوه وتبين جمالها. واهم شيء انه الميك اب بجمل يعني مش بيخرب انه نخرب الوش. صح. او نخرب الجمال المفروض انه يبين طبيعي هذا اهم شيء. صح مزبوط. هدي الكسواني شكرا لوجودك معي اليوم. شكرا لك وانت بألف خير. واكيد مشاهدينا نحن متابعين معاكم باقي فقراتنا خليكم معنا.